بالمناسبة آخر الإحصائيات إنه السعودية الدولة الثانية في العالم في تقنية الـ5G. تعرف الـ5G؟ تعرف الـ5G؟ نحن ناس شغالين بالـ4G في البلد دي وهم ما في 4G، 4G ما احنا وصلنا. 5G دي الدولة الثانية في العالم العربية. الآن السعودية بتسمى الحكومة الإلكترونية، أي شيء إلكتروني. شريحتك دي ها؟ وموبايلك مع الرقم بتاع عربيتك مع أي حاجة من تعاملاتك، شغل إلكتروني كله. ماشي في الشارع إشارة المرور كش، بتجيبك الكاميرا، بتجيك الرسالة في التلفون، تدفع طوالب التلفون وانت ماشي، لا في عسكري بسكك في الشارع، لا في عسكري واقف ليك، لا في أي حاجة. تغنية داسة انت في البلد دي، يقول لي العلمانية والعلمانية. 400 سنة انت ما اتصل شغل زي ده. الناس دي مشوا بعيد، بيعرفوا الراجل من المرأة، عشان ما تقول لي تكشف النقاب، بيعرفوا الراجل من المرأة بالبصمة. لما تيجي تجيب المرأة ما تكشف نقابة وكده، راكبة في العربية وجاية في العبور، عشان العسكري ما يكشف وشها ويشوف انه دي محتالة ولا بتلعب، بأصبعها بتخط بصمة. طيب بيعرفها راجل ولا مرأة؟ دي علمانية؟ دي العلمانية؟ يا عليك عليك الله، امشي امشي شوف النظام الموجود في الحرمين الان، والله اتحدى اوروبا كلها تعمل نظام زي ده. الطلبه الاوروبيين في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم، في مدينه النبي قالوا المدينه دي انظف من اوروبا ذاتها ومنظمه. الان السعوديه مصنفه الدوله الاولى في العالم في الامان الشخصي في الشوارع، الدوله الاولى في الامان. امشي الان في السعوديه بمزاج، شيل قروشك يا اخي. انا مشيت قبل فتره راكب مع واحد من صحباننا، لما جينا نازلين للصلاه شال موبايله جدعه في العربيه، والجزام بتاع القروش شاله جدعه، واي حاجه جدع قدام في الطبلون جدعن. اتخيل معي جدعن. ولما نزلنا قلت